السلام عليكم. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد لي زابارتمون الكيراء بوسط المدينه الناظور. هاد لي زابارتمون هادو موبلي مفرشين كما كتشوفوا، باقيين جدادين. هذا منزل متكون من ثلاثه ديال الطبقات، كل طبقه فيها واحد لابارتمون. هي هادي كما كتشوفوا في الدخله، كنلقاو واحد بلازما، واحد الجلسه هنايا، وكاينه واحد الطابله بالكراسي اللي كاينه شفتوها هي الاولى كما كتشوفوا معنا هنايا. مباشره كنلقاو على يدينا ديال اليسر بيت النعاس اللي معاه لي بلاكار ديالو، التلفازه حتى هو. هذا كما كتشوفوا هاد الشقه هادي مجهزه بكافه التجهيزات، يعني الكيراء، يا اما الكيراء من اجل العطله ولا الكيراء لمده طويله. هذا واحد الباتيو اللي كاين قبالت بيت النعاس. مباشرة كنلقاو واحد الحمام هنايا، طواليت، أعزكم الله. كنلقاو عاوتاني هنايا واحد الغرفة. هاد الشومبر هادي فيها ثلاثة ديال البلايص، يعني بو تخوا بيغسون، يعني العدد الاجمالي ديال الناس اللي يقدروا يسكنوا في هذا لابارتمون هما خمسة ديال الناس. هنا كما كتشوفوا ثلاثة ديال البلايص هنا جوج، وكاين هنايا واحد البلاصة واحدة أخرى الثالثة عندها الشراج مع الواجهة، وكاين لي بلاكار ديالهم. هاد الدار هادي عندها جوج ديال لي فاصل، كاين جوج بارتمات الفوقانيين، هذا الكليماتيزور بعدا كاملين فيهم كليماتيزور، جوج طبقات الفوقانيين فيهم لا تيغاس، والطبقة التحتانية هي اللي ما فيهاش لا تيغاس. هي الطبقة التحتانية بطبيعة الحال ديال لاكويزين، هادو لي بلاكار ديالها بطبيعة الحال. هادي التلاجة كنا زيدناها شوية على حساب كانوا شي أشغال لهي، على حساب ديك الشفو ديال الماء. وهنايا كاين حمام آخر بطبيعة الحال، يعني طواليت وحمام، يعني شقة مجهزة بزاف. إلا كنتو مهتمين بعد العرض هذا، ما عليكم إلا اتصلوا بعد الأرقام اللي كيبان لكم لتحت ديال الشاشة. كما قلنا هاد لي زابارتمون باقيين جداد في سونتر فيل ناظور، قريبة على كاع الحوايج اللي غتحتاجهم في اليوم ديالك، والكيراء بالنسبة للعطل أو لا المدة الطويلة. ومرحبا بكم.